مرحبا يا رفاقي، كيف حالكم؟ اليوم سوف نتدرب على كتابة حرف الب. كيف أكتب حرف الب؟ انظروا جيدا، أضع القلم على النقطة، أرسم عمودي صغير، أفقي طويل، عمودي صغير وأضع نقطة. جيد جدا، ونكمل. أضع القلم على النقطة، عمودي صغير، أفقي طويل، عمودي صغير وأضع نقطة. جيد جدا، ونكمل. أضع القلم على النقطة، عمودي صغير، أفقي طويل، عمودي صغير وأضع نقطة. وأيضا واحدة. أضع القلم على النقطة، عمودي صغير، أفقي طويل، عمودي صغير وأضع نقطة. جيد جدا يا رفاقي، أحسنتم. إلى اللقاء.